عندنا استكمال اللي احنا خدناه امبارح. احنا امبارح يعتبر رجعنا على اول يونتين وكل من اليونت اللي ايه العاشر. النهارده هنراجع على اليونت التاسع بالملاحظات بتاعتنا برضه، هو العاشر وال11 9 و10 و11 مع بعض. انا لو عايز اتكلم مع شخص ما، دي الملاحظات اللي بتبقى عندك وانت عايز تتكلم فيه. انا بتكلم معاك اهو صح؟ يتحدث الى شخص اسمها توك تو، اسمها ايه؟ يبقى انا كده بتحدث الى تو. ديت دايما بتيجي مع الشخص، دايما بتيجي مع ايه؟ طب لو عايز اتكلم معاه عن موضوع معين، عن اي موضوع انت قلت منه كلمه ايه؟ اباوت. قول كلمه ايه؟ يبقى يتحدث الى اسمها توك تو. يتحدث الى اسمها ايه؟ يتحدث عن موضوع اسمها توك اباوت. اسمها ايه؟ توك اباوت. حلو الكلام. عايز اقول له انت الافضل في شيء ما، انت الافضل في لعب كره القدم، انت الافضل في المذاكره، انت الافضل في اللي انت تقعد تتريق على خلق الله، اسمها the best at. اسمها ايه؟ at ده ايه؟ بيجي ورا منها اسم الشيء، بيجي ورا منها ايه؟ انا شاطر في الرياضه، في الالعاب، the best at sport، the best at math، English، او ممكن تيجي ورا منها كمان الفعل بتضاف له ايه؟ ING، the best at playing football، the best at studying. يبقى كلمة قال بيجي ورا منها يا اسم يا فعل بنضاف له ايه؟ اللي بعد كده الكلمة اللي هي بتيجي في الامتحانات كتير قوي، كلمة مهتم بيه اسمها interested in. اسمها ايه يا شباب؟ وان دي برضه بيجي ورا فعل بنضاف له ايه؟ يبقى انا لو جيت قارنت ما بين اللي خدناه امبارح والنهارده، انا عندي كلمة interested in بيجي ورا فعل بنضاف له ing، وكلمة start وكلمة enjoy referred love لايك والكلمه المفضله لدينا واللي بتيجي كتير في الامتحانات لوك فورورد تو. اسمها يا شباب؟ لوك فورورد. كل دول بيجوا ورا الفعل المضاف له، بس عشان تخلي يجي وراهم الفعل في المصدر لازم احط قبل منهم وود، احط قبل منهم ايه؟ حلو الكلام. انا عندي كمان هنزود عليها كلمه يقترح او يوصي. كلمه يوصي اسمها ريكومند. اسمها ايه؟ برضه بيجوا ورا الفعل المضاف له ايه؟ طب كلمه يقترح اسمها ايه؟ ساجد. اسمها ايه؟ تمام. كل دول بيجوا ورا الفعل المضاف له ايوه. لحد هنا حد عنده مشكله؟ لو انا بتكلم عن المصدره او الاحتماليه لفعل شيء ما، بستخدم في المصدره كذا كلمه، ادي المصدره. عشان تستخدم اللي انت تقول انا قادر ان انا اعمل حاجه، بستخدم افضل كلمه درسناها في حياتنا الا وهي كلمه كان. كلمه ايه؟ كان. اللي النفي بتاعها بيبقى اسمه ايه؟ كان. والاثنين بيجوا ورا الفعل فين؟ أصلاً. بس هنزود عليها تحت دون حرف جر من غير ايه؟ يبقى انا لو عايز اقول انا استطيع ان اتعلم، I can learn. انا لا استطيع ان انام، I can't sleep. علاوة كلمة كان اللي انت ممكن كمان تستخدمها حاجة اسمها فعل مستعد. حاجة اسمها ايه؟ انت ممكن تحط الاول حاجة اسمها فاعل مساعد زائد فاعل زائد الفاعل. مجرد ما تحط الرأسة ديت يبقى السؤال دوت هيبقى بمعنى كلمة هل، معنى كلمة ايه؟ فعايز اقول له هل تستطيع اسمها كان؟ هل تستطيع اسمها ايه؟ بعدها بحط الفاعل بتاعي سواء مفرد او جمع، وبعد كده بحط وراهم الفعل فين؟ ده لو عايز اقول له مثلا Yes, we can study. نعم نستطيع أن نذاكر. فأنا ساعتها بشطب على كلمة yes وهو معاكس، فبدل ما كانت we can تبقى أو can you study. لو جيت قلت لك مثلا I can visit many places here. انا استطيع ان ازور الكثير من الاماكن ايه؟ عايز اقول له ماذا تستطيع ان تفعل؟ صح؟ يعني ايه كلمه ما او ماذا؟ وات ما او ماذا يعني ايه؟ لقيت الفعل المساعد بتاع كلمه ايه؟ فبدل اي كان تبقى ايه؟ كان يو ماذا؟ وات كان يو ايه؟ او ممكن اريح دماغك خالص واكتب من عندي كلمه ايه؟ فتبقى ايه؟ وات كان يو دو؟ ماذا تستطيع ان تفعل؟ فيقول لك انا استطيع ان ازور واتكلم الكلام بتاعك. يبقى انا دلوقتي لو جيت استخدمت بالمقدره، اول حاجه عشان اتكلم عن المقدره بتاعتي بحط كلمه كان. بحط كلمه ايه؟ طب تعالى نكمل بقى.
يبقى العدد دلوقتي كلمة كان، اللي النفي بتاعها كلمة كان، بتساوي كلمات بس على شرط الكلمات دي يجي ورا منها حرف جر ايه؟ تو. يجي ورا منها حرف جر ايه؟ بس في مشكلة كمان، لازم يجي قبل منها فاعل ومفاعل، يجي قبل منها ايه؟ أو يجي ورا منها فعل وإيه؟ وأداة استفهام. لو أنا هحط فعل مساعد فهحط الكلمة المفضلة بتاعتي كلمة ايه؟ ايبل، إيه؟ بس هتحط قبل ايبل حاجة بالاتنين، يا إز يا آر، وهزود كمان معاهم كلمة ايه؟ فيبقى اسمها إز آر إل، فاهم؟ أنا لو عايز أقول كلمة قدر على ممكن أستخدم كلمة ايبل تو، بس ممكن أحط كمان مكان كلمة ايبل تو ديت في الأول، يا إيه؟ يا إم، يا إز يا آر، إيه؟ إم طبعًا بتيجي مع الأي، إز بتيجي، الآر بتيجي مع الجمع. واسم دي مع يعني انا لو جيت قلت لك I not to work alone وهيحط لك ما بين قوسين ان هو كلمه كان في الاول وفي الاخر انت هنا ممكن بدل الاجابه تكتب اجابتين لان هو سايب لك الموضوع بشكل عام فاقرب واحده او ابسط واحده ممكن تحطها كلمه ايه able to احط كلمه ايه وقبل able to احط حاجه من ثلاثه ايه وعشان اي موجوده فاحط هنا كلمه ايه they not to make new project عايز اقول لهم ما يبقوا قادرين ان هم يعملوا مشروع جديد ينفع احط هنا كلمه كان ليه عشان وراها حرف جر فانت هتحط اول كلمه هنا كلمه ايبل حط اول كلمه هنا كلمه ايه وقبل ايبل هحط حاجه من ثلاثه ايه وعشان زي الجامعه هحط هنا كلمه ايه طب لو نفس الجمله قلت لك she is disabled هو شخص عاجز او هي شخص عاجزه she not to walk الشخص العاجز دوت هيقدر هو يمشي عايز اقول غير قادر على عايز اقول كلمه غير قادر غير قادر اول كلمه بضرب عليها كلمه ايه بس بيجي ورا بعد فين بضرب عليها حرف ايه لكن هنا بعرف جر ايه يبقى انا هحط كلمه ايبل هحط كلمه ايه تو بس هاجي قبل منها هحط حاجه من الثلاثه ايه يا ام يا اس يا ار لا انا عايز ام فيها فبدل ام تبقى ايه ام بدل اس تبقى بدل ار تبقى فهنا بدل ما اقول she to walk فهتبقى ايه؟ she isn't able to يبقى انا وانا شغال بركز في الاول اثبات ولا نفي بركز في الاول ايه؟ طب انا دلوقتي لو عايز اعمل سؤال انا الاول كنت مثلا بكلمه كان ورا منها الفاعل ورا الفاعل الفاعل فين؟ مظبوط بس بدون اي حرف طب لو جيت قمت عامل حرف الجر تو عشان تحط حرف الجر تو ديت انت هتعمل حاجتين هتيجي الاول الفعل بتاعك اهو اكتب ورا منه كلمه able to اكتب ورا منه كلمه ايه وتعالى قبل منه اكتب حاجه من الاثنين ايه هتحط هنا يا ام يا از يا ار حط ايه زي لو عملت لك المثال ده دي واحده where can he able to meet اس وحط هنا كلمة كان ينفع احط هنا كان استحالة عشان في بعد الجملة في كلمة ايه؟ ايبل تو فساعتها طالما في كلمة قدر على يبقى انا هسأل بحاجة من التلاتة ايه؟ هنا عشان كلمة هي مفرد فهحط مكان كلمة كان كلمة ايه؟ يبقى وانا شغال عندي بفكر في كان انا قادر اعمل حاجة ولا مش قادر؟ لا قادر يبقى احط كان ما لقيتش كان احط ايبل تو بس عشان تحط كلمة able to هحط قبل منها حاجة من الايه من الثلاثة يا ايه؟ يا ام يا اذ يا ار طب انا دلوقتي ما لقيتش كان وما لقيتش able to بلاقي ممكن اقول له يعرف كيف ان ممكن اقول له ايه؟ كلمة كيف ان اسمها how اسمها ايه؟ فاول سؤال بيستخدمه اللي هو معاك اللي هو بيتكلم معاك ان انت اكيد مش هتطيع حرف فبيجي مكان كلمه هاو يحط لك وير او وات او وين والحاجات ديت فانت دايما تستخدم كلمه هاو بستخدم كلمه ايه؟ انا عايز اقول كلمه يعرف فاستخدم في الاول كلمه نو واستخدم في الاول كلمه ايه؟ فدي كلمه نو
بس هاجي بس مع واحده منهم، سواء مع المفرد ولا الجامعه. الجامعه بس بالفعل فين؟ مصر. بالمفرد كنت بزود الفعل ايه؟ اس اي اس اي. ده كلمه نوت تو بي نوت. هذا النوت تو بي يعني لو جيت قلت لك اي نوت هاو تو ديل وذ ات، انا عارف انا هتعامل مع الحاجه دي ازاي. ادي كلمه اي، وهنا في كلمه ايه؟ وحرف الجر ايه؟ ما ينفعش استخدم كلمه ايه؟ كان. وما ينفعش استخدم كلمه ايبل، لان ايبل وهاو هما اللي فيه كلمه ايه؟ واحده. فساعتها هاجي قبل كلمه هاو اكتب حاجه من الاثنين، يا هي ايه؟ بالسما، يا ايه؟ اي دي جامع. حط نو ولا نو؟ اقسم بالله اي جامع. والله العظيم الجامع الاي والوي واليو والذاي. الاي دايما جامع. مفيش مفرد مثلا في الماضي. لو جيت قلت مثلا she not have to cook، مش فينا كلمة have to؟ ساعتها هنا بدل ما كنت اكتب كلمة not to make، يبقى وانا شغال عندي بركز على الحتة. أول حاجة أحط كلمة have. حطيت have حط ورا منها to. حطيت to حط ورا منها فعل فين؟ قبل ما أنا أحط حاجة من الاتنين، يعني يبقى انا عندي كل حاجه كده ليها المشتملات بتاعتي. كان وراء الفعل في المصدر ما بتغيرش حاجه. حطيت بعد كان كلمه ثانيه، حط مكانها الحاجات اللي هي اقول لك عليها دلوقتي. ايه عايز تحط ايه؟ حط ورا منها تو. في وراء الفعل برضه في المصدر بس قبل منها حاجه من الثلاثه، ايه؟ يا ام يا اس. طب لو ما لقيتش الكلام دوت حط نو بس قبلها حاجه من الاثنين، يا نو يا نو. ايه؟ طب عايز اقول له لا يعرف. انا كده عايز انفي، بس انفي زمن مضارع بسيط. هنفي الزمن ليه؟ في المضارع البسيط بنفي بحاجه من الاثنين اللي هكتبهم دلوقتي يا دونت يا دازنت. يا شباب بس بيجي ورا منها كلمه نو هاو تو اسمها ايه؟ طب مستر كنت انت من شويه قلت ان مع المفرد بزود الفعل ايه؟ انا ليه ما حطيتش كلمه دازنت نوز؟ لان دازنت اخرها برضو ايه؟ يس. فالاثنين ما ينفعوش يكونوا معايا مع بعض. دونت مع الجامعه doesn't matter. يبقى انا لو عايز اقول له انا لا اعرف كيف اجابه بعض الاسئله، انا I don't know how to answer some questions. تعال نمشي واحده واحده. ادي اي دي جامع، حطيت وراها كلمة ايه؟ بعد نقطة حطيت ايه؟ بعد نقطة حطيت ايه؟ بعد هاو حطيت ايه؟ she doesn't not have to make a party. دي كلمة ايه؟ ينفع اكتب وراها نوز ولا نو؟ ادي الكرسي ده على الارض. بعد المستوى يبقى نيجي نتكلم كده بالراحه. يبقى انا دلوقتي عندي كل قاعده كده ليها الاجزاء بتاعتها. طب انا دلوقتي عملتها في الاثبات والنفي، انا عايز برضو استخدم نفس القاعده دي بس في السؤال. طب تعالى كده قبل ما نقول السؤال، تعالى نرجع كده على القاعده واحده واحده. احنا قلنا في الاستطاعه في المقدره، اول كلمه كنت بدور على كلمه ايه؟ ما لقيتش كلمه احط فيها نفي ايه؟ في السؤال كنت بسال بايه؟ هي سالت فعل مساعد. تيجي في اللي بعدها كنت بحط كلمه ايه؟ وقبل ايه كنت بحط حاجه من ثلاثه ايه؟ في السؤال ساعتها برضه بسال بايه؟ مع اني نادر ان انا اسال بكلمه ام، بس انا برضه عشان لما تيجي قدام. طب انا دلوقتي في كلمه يعرف كيف اسمها نو هاو تو اسمها ايه؟ دي مع الجامعه. طب مع المفرد نوز هاو تو. طب عايز فيها نفي بتاع كبير شويه دونت نو هاو تو اسمها ايه؟ طب مع المفرد دازنت نو هاو تو. طب انا عايز اعمل سؤال اهو، انت هتلاقي الفاعل بتاعه لو لقيت قبل منه كلمه يبقى اللي وراها تتحط. يعني ايه؟ لقيت الفعل في المصدر على طول يبقى احط هنا كان.
لقيت هنا ايبل تو فبحط ام ويز وار. طب لو لقيت كلمه نو هاو تو لقيت كلمه ايه؟ يبقى انا هسال بحاجه من الاثنين، يا دو بسال بايه؟ دو مع الجامعة وداز مع. ومن هنا ممكن تطلع قاعده سهله قوي يا صاحبي، ان انا لو لقيت الفعل في المصدر بسال بيه. لو انا بتكلم عن حاجه كلمه ضاف لها اس بحط من عندي كلمه ايه؟ يبقى انا دلوقتي لو عايز اسال في القاعده دي بقول دو او داز، بقول ايه؟ دو او داز. بس بختارهم امتى؟ لما بلاقي كلمه نو هاو تو، لما الاقي كلمه ايه؟ زي لو جيت قلت لك مثلا دو يو نو هاو تو سبيك عربي، هل انت عارف ازاي تتكلم اللغه العربيه؟ ساعتها بتجاوب بيس او. يبقى انا دلوقتي في القاعده دي بالذات هي رقمتها دي كذا حاجه مع بعض، بس كل واحده بتختلف كلمه صغيره، هما كلهم بيجوا عامل فعل في المصدر، كلهم بيجوا عامل فعل فين؟ طب الاختلاف في ايه؟ كلمة واحدة اللي هتحطها سواء في الإثبات أو النفي أو السؤال يبقى كان، اسمعي إيه؟ عايز أحط كلمة able to وأحط قبلها إيه؟ يا أم إنسي أر، طب نفيها؟ أنت إسنس أر. يبقى لو لقيت أم وإز وأر الكلمة اللي ورايا يبقى اسمها إيه؟ able to، اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ able to. طب لو ما لقيتش الكلام ده كله خالص، حط كلمة how to وأحط كلمة how، يبقى يجي قبلها حاجة من الاثنين، يا نو يا نو، إيه؟ عايز تفيها، don't to know doesn't to know، اسمها؟ don't to know doesn't to know. لو عايز أعمل سؤال مثلا بدو أو؟ مثلا بإيه؟ طب بما إننا عايز احط هنا كلمة حط ايه؟ احط هنا يا شباب ايه شو هذا؟ ينفع احط هنا كده؟ شايفين هنا كلمة ايه؟ طب ينفع احط كلمة ايه بطو؟ عشان فيها اس. طب ينفع احط كلمة نو هاو تو؟ ينفعش. ساعتها بص بقى تعرف تحلها بلال؟ ممكن. انت المفروض انا بقول مقدرة صح؟ انا عايز اقول انا قادر، كنت بقول استطيع فبقول كان، او انا قادر على شيء بحط ايه، او انا بعرف الحاجة فبحط كلمة نو هاو تو. طب انا كلمه هاز يعني هاز يمتلك، يمتلك ايه بالعربي؟ لو انا عايز اقول انا بعرف اعمل حاجه دي فيمتلك ايه؟ قدره. يعني ايه بقى يمتلك القدره؟ بص دي بره عندك في المنهج بس كانت موجوده كده في كتاب خارجي كده في الملاحظات. بص اسمعي، لو حطيت ايه؟ هاف او هاز، لو حطيت ايه؟ بتحط حاجه اسمها ability to، بتحط حاجه اسمها ايه؟ تقريبا كده يمتلك المقدره ليه؟ يمتلك المقدره. فانا دلوقتي عندي كلهم بيجوا معاهم حرف جر تو. طب انا دلوقتي بدا ما في كل واحده وواحده ازاي؟ من الفعل المساعد اللي بيجي معاها. لا ده انا كنت بحط ام واز وار فبحط ايبل تو. تعالى نكتبهم تحت بعض كده. يبقى انا دلوقتي حرف الجر تو اهو. هو ده حرف الجر تو اهو. حطيت ايبل. حطيت هاو. لو هحط ايبل لازم يجي قبل منها ايه؟ كام؟ اس يا ار. حطيت كلمة هاف فهحط حاجة اللي منها ايه؟ نو يا نو. طب تخيل كل الكلام ده كله بيساوي كلمة صغيرة خالص عندنا في اللغة الإنجليزية كلمة ايه؟ يبقى كلهم بيجوا عامل فعل فين؟ كلهم بيتكلموا عن المنظرة، كلهم بيتكلموا عن ايه؟ بس في فرق، كام بيجوا عامل فعل فين؟ أي حرف؟ لو في حرف جر تو اركز بقى، في ability يبقى يا هاف يا هاز، في ability بي ايبل ام هيز ار ايبل
في كلمة how no knows how to اسمها knows how. أنا مش هفتح حاجة لما تخلص أول من فايزة. دلوقتي كنت من شوية برضو كنا قلنا نفس الكلام دوت. الكلام دوت بيتكلم عن التعبير. تيجي تكون عايز تستخدمه بالسلف الايه؟ حسد بتاعتك. لو عايز أسأل اللي قدامي كيف بتشعر أو ما بتشعر اسمها what do you feel؟ اسمها ايه؟ ممكن مكان كلمة وات احط مكانها كلمة هاو. مكان كلمة وات احط كلمة ايه؟ والاثنين بمعنى كلمة كيف تشعر. الاثنين بمعنى كلمة ايه؟ تشعر بايه وانت مثلا بتتحرك؟ فانا عايز اقول له انا اشعر او انا عايز بيه اسمها اي فيل. اسمها ايه؟ بكتب الصفة. انا اشعر بالحزن اي فيل ساد. تشعر بالسعادة اي فيل هابي. او ممكن تستخدم ده كمان اسمها ات ميد مي فيل. اسمها ايه؟ احنا بنبدا في الاول جامدين وبعد كده بنبدا نفصل. بعد كده ده اسمها ايه؟ ات ميد مي فيل. اسمها لقد جعلتني. يعني عايز اقول له مثلا لما باجي اتعب يعني ان انا اشعر بالايه؟ بالتعب. اتعمل ايه؟ ات ميد مي فيل تايرد. يعني اشعر بالسعاده. ميد مي فيل هابي. يبقى هما الاثنين واحد. بس خلي بالك بس ان انا دايما بحط هنا كلمه ميد. اسمها ايه؟ طب تعالى نعملها عشان خاطر الكريم. ادي كلمه ميد او ميد. في العادي اصلا لو هتحط وراهم فعل بيبقى الفعل فين؟ فعل فين؟ انا اقترح. اسمها ايه؟ اي سجست. انا اوصي. اي ريكومند. الاثنين بيبقوا عامل فعل متضاف له؟ ونص يا حبيبي. لو انا عايز اقترح على حد حاجه ببدا احط في دماغي الاول هو ايه اللي هيجي بعد منها. هيجي ورا منها الفعل في المصدر بسؤال او يجي ورا منها فعل مضاف له ان جي او جمل. عايز تقترح على حد حاجه قول له لما لا. يعني ايه كلمه لما لا؟ واي دونت وي. اسمها يا شباب دعنا. Shall we؟ دعنا. هل نستطيع؟ Can we؟ هل نستطيع؟ يبقى انا دلوقتي في الاقتراح. تعالى كده الطريقه. Why don't we؟ اسمها؟ Shall we؟ Can we؟ والتلاته دول بيجوا عامل فعل فين؟ طب لو عايز احط فعل متضاف له اسمها how about او what about؟ اسمها ايه؟ يبقى انت لو عايز تحط حاجه وراها الفعل متضاف له اي ان جي بحط كلمتين ايه؟ هاو اباوت او وات اباوت. اسمها ايه؟ يبقى انا لو عايز اقول له تعالى نذهب الى المكان الفلاني عايز اقترح عليه ان احنا نلعب كوره، نلعب بلاي ستيشن، نقعد في البيت، ايا كان عايز اعملها جمله ولا سؤال؟ لا في السؤال واي دونت وي ستاي. هي اياها شال وي ستاي، هي اياها كان وي ستاي. يبقى كلهم بيساووا نفس الحاجه بس كلهم بيجوا من فعل فين؟ انا عايز احط وراهم الفعل المضاف له ان جي هاو اباوت او وات اباوت والاثنين بيجوا الفعل المضاف له ايه؟ طب لو عايز استخدمها في الجمله اول واحده في الجمله ممكن تستخدمها كلمه دعنا اسمها ليتس. دعنا اسمها ايه؟ بيجوا الفعل فعل فين؟ المصدر. الكلمتين اللي انت لسه قايلهم بقى اي سجست اي ريكومند. لو لمحت الاثنين دول بيجوا الفعل المضاف له ايه؟ صعب الكلام ده؟ حد مش فاهم؟ طب انا لو اقترحت عليك حاجه بيبقى حاجه من الاثنين يا ايه؟ يقبل يلا. لو عايز اقبل اقول له ايه؟ I agree with you. Let's go. طب لو مش موافق اقول له ايه؟ I am sorry. I can. طب لو عايز اقول له انا اتساءل اذا كنت تستطيع. انا يعني اتساءل بقى. يعني ايه يتساءل او يتعجب؟ بص كده. اي ايه؟ اسمها ايه؟ واندر. طب بص كده. ايه؟ واندر. ايه الاختلاف؟ حرف في الاو معناه يتساءل او اعجوبه زي عجائب مصر العالميه
اما وندر بالايه معناه يتجول. بالايه معناه ايه؟ المجموعة كلها ساكتة الناس. هي انت اصلا اخر واحدة عشان يبقى احنا كده تمام. عايز اقول له هل تمانع؟ يعني هل تمانع؟ Do you mind? اسمعي؟ اسمعي؟ mind دي لو موجودة بيجي وقف على مطبق له ايه؟ هل تمانع ان تبقى هادئة؟ Do you mind keeping silent? هل تمانع ان تساعدني؟ Do you mind helping me? يبقى انا لو عايز استخدم دلوقتي في المساعدة بقول له ايه؟ Do you mind؟ في المساعدة ممكن اقول له ايه؟ كده لحد دلوقتي في حد عنده اي حد مشكله؟